اوف ملينا عاد، ليه متى واحنا قاعدين كذي؟ ايش دراني؟ انا بروحي وصلت لي لهني لا يعجبني. يوم عوده خل نروح لها هذه الشعاع ما ادري ليت ما ادري شبه ما ادري شو اسمها هذه، خل نشوف ايش بتسوي لنا يعني انتم قاعدين بس كذي؟ يلا. لو سمحتي. هلا خير؟ اختي صار لنا ساعه ننطر مو بعارفين شو نسوي؟ شنو مهمتنا؟ والله بصراحه انا وزعت المهام كلياتها على اولياء الامور. وانتوا التنتين بالذات ما لقيت لكم شيء يناسبكم بصراحه. ليش اختي ما لقيتي لنا شيء؟ الف شغله وشغله موجوده، اي شغله طلعيها لنا حي الله شغله، احنا ما عندنا شروط. الله يهداك ما تشوفين جسوم مسكين عيونه التلاقط، كل اليهال مستانسين على اهاليهم، خلي يفتخر فينا احنا حريم ابوه. تفضلوا انتوا ارتاحوا واتركوا الشغل علينا. اوكي؟ باي باي. السجاه هذه؟ ايش فيها هذه؟ بذبحها بذبحها ميتة من القهر وانا منها. يبا خبل هذا مصرقع ولا ذمتك اكو واحد يبيع سيارته بنص السعر؟ شنو مجنون؟ لا ما يفهم صاحبك دايخ هذا. وبس ما يفهم؟ اقول لك نص الربع مقزرينها علي. اقعد 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 وين رحت؟ بقعد برا حرام بعد؟ لا سالفتك مطوله انت. امشي مش معي برا امشي. بدي اروح تكفى الله يخليك. قوم امشي معي برا ابيك. قوم. يلا. تسوي لي دراما. يلا قوم. بس حبيبتي عرفنا الغمنده، هذه شعاعه محتره من عندنا، ليش احنا شرايك وعايشين ببيت واحد ومرتاحين؟ اي والله، وبالذات بعد يوم قلتي لها ان احنا اربع شرايك، واي ماتت ماتت، بغى يصير فيها جلطه. عساها يصير فيها جلطه، واحنا شكو فيها حبيبتي، احنا الزم ما علينا جسوم، بنروح وحالنا حال اولياء الامور، بنشارك ونبيض ويها ونخليه يفتخر فينا، ولا عنها ايه طقاقي طقها، عجبها عجبها ما عجبها عند يدي. والله صادجه صادجه عيل، على اخر زماننا هذه اتي وتسوي تفرقه عنصريه بين الامهات؟ حبيبتي هذه شكلها ضد تعدد الزوجات، واحنا بنثبت لها العكس وبنراويها. زين ايش تبي تسوي يعني؟ اذا 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 عطتنا اكبر مهمه واصعب مهمه ايش تبي تسوي؟ احنا حبيبتي قدها وقدود، ما لك شغل فيها، خليها تولي عنك. فعليك ما يهزك ريح. كفك. سالفتك انت؟ في احد يزعل على اخوه؟ كبر مخك شوي. قول له فهمه. حسبال انا لما اديت ايدي عليه يعني هو عدوي. كل الدنيا قامت عليه، ما يصير اخوي اخاف عليه واخاف على مصلحته. انت اسكت ولا كلمه. المديده عليك هذا اخوك يبي مصلحتك. في عائله انا اعرفها عندهم 10 اخوان. ان مات فيهم واحد ما حد درى عنه. احمد ربك عندك واحد نفس هذا يفزع لك ويخاف عليك. يلا قوم تصالحوا اشوفكم يلا. يلا متوا حريم انتوا ريايل. يلا. مد ايدك على اخوك الله يسلم عليه. يلا مت مت يلا كذي يلا عاد يلا عاد شغلي هلا كف على وجهك. يلا ما وصلك الحين، وصلني هالمجمع وصلني هالمجمع، تبيها من الله انت؟ اي كذي يضحك بس خوش كف اعطيتك ها. خلاص خلاص في سالفه ثانيه. شنو؟ عمي يعقوب ما سالفته؟ ايش في بعد صاير لك؟ ما ادري عنه. شوف الايام كل يطلع بتكاسي. قال لك ودني مكان ما وديته انت؟ لا ما قال لي ولا كلمني في الموضوع كلش. عاتر عنا هذا الظاهر قاعد يروح اماكن ما يبينا نعرفها. هذه سالفته. عمي يعقوب اكيد وراه سالفه، لانه ما يسوي هالسوالف الا وعنده شيء. شوف الجو حلو، المكان جميل، الويوه ايضا جميله، يعني لو سمحت راح انق انا، ابيك تاكل لو سمحت. يعني انا قاعد اقول لك بكل ادب بكل احترام، خلصني واطلب. خلود ماني ماكل، امشي يلا خلنا نمشي. اقعد 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 كل شوي اقعدك، والله تعب لا تشبدي، نلعب لعبه الكراسي احنا، خلصني بدفع فلوس، لا تقعد تتزعل بنفس الهال. مو عن زعلان، قاعد اقول لك المطعم ما يوز لي، شكله الاكل ما يعجبني هني في المطعم. انت ايش دراك الحين طلبت؟ ما السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافيه شباب. عافيك. حسيتكم وايد مدود هني، شلون اقدر اساعدكم؟ تبون دياي موجود، تبون لحم موجود، هم تبون سيفود هم موجود. ليش انت القرصان هني ولا شنو؟ لا لا عفوا، معك الشيف ياسر.
والله صدق انت خليت كل وظايف العالم ما لقيت تشتغل الا طباخ. اقول لك شيف سمو طال عمركم بس مو مره عليها السالفه. والله بالعكس يا اخوي انا استانس لقيت واحد مني وفيني يشتغل هالشغلات هذه ويعتمد على نفسه. بس فضول يعني انت هذه الشغله ماخذها هوايه ولا دراسه؟ انا ماخذ الاثنين. شلون؟ انا اقول لك شلون، انا من وانا صغير كنت اساعد امي بالطبخ بغدا وبعشاء بكل شيء. الحمد لله كبرت ورحت امريكا ودشيت تخصص طبخ وخذيت شهادتي وجيت الكويت. زين ليش ما اشتغلت بواحده من هالدول؟ يعني امريكا مثلا، روح اشتغل في واحده من دول اوروبيه، ايطاليا، فرنسا، اي شيء. لا يبا شمالي بالغربه وعوار الراس، خلني هني قاعد بين ربعي واهلي واحسن لي. والله صادق يا اخوي، من اللي يحب الغربه؟ قواك الله، والله بالعكس تستاهل كل خير، الله يعطيك على قد نيتك. بس ما بطول عليك يا اخوي، ترى احنا ميتين يوع، اشكره سمعته واحنا نصارخ. نبي شيء على ذوقك طال عمرك، وانت جايب الشيء هذا تقعد معانا وتاكل، عازم ايدك ما تردنا. لا 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 خلوها علي هالمره علي يعني. يا اخوي ما تبيني لك مره ثانيه؟ اقعد. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. اليوم معزومين عليك. كويتي تقول له شيء؟ عزيمتي ببلاش اليوم طلعت عليك. عن اذنك بس عيب المنيو ورا. قواك والله يا حليل خوش ولد. ها شوف الناس اللي تفتح النفس، مو قاعد مقدم اللي تتكفل يعني. انت تزعلني واخر شيء تبي تي تراضيني. والله السر انت اللي تعرفه وانت اللي راح تقول لنا، احنا ما راح نجبرك، كل شيء برضاك وبالطيب، احنا ما نحب نضر حد. ولا ايش رايكم يا جماعه؟ بيتكلم غصب عليه. ما ترد باع لسانك؟ خايف؟ لا تخاف تحكي، احنا جايبينك عشان تحكي، ترى ما حد يسمعك غيرنا احنا. يا بيه انتوا عايزين مني ايه؟ انا راجل غلبان وعلى قد حالي، لا عمري اذيت حد ولا فكرت اني اذي حد. انا كنت موظف عندك في الشركه، لا بيا ولا عليا ولا تسمع بيه، موظف بالارشيف عادي. انا ايه اللي رماني الرميه السودا دي؟ مو لانك موظف عادي دخلت نفسك في اللويه هذه، لازم تتحمل اللي يجيك، لازم تعرف ان اسرار عمامك ما لازم يعرفونهم الخمه اللي مثلك. انا بعرف صالح وين راح وين ودى الاوراق. صدقوني والله ما اعرفش، صالح سافر وما قالش لحد اي حاجه. زين واختك اللي كانت مخشه عنده ما قالت لك شيء؟ ما تحكت قبل ما تموت؟ يا بيه اذكروا محاسن موتاكم. سميرة ماتت وما كانتش تعرف حاجة، زيها زي تمام. مش بقول لك احنا ترمينا رمية سودة ومحدش سمع علينا؟ زي راح نصدقك ولا ايش رايك؟ لا تخاف تعال. ولا ايش رايك مصدقة ولا مصدقة؟ بس بشرط انك تنفذ كل اللي يطلب منك بالحرف الواحد عشان تعيش بأمان. لكن إذا ما نفذت اللي يطلب منك راح يكون مصيرك. ولا ما يحتاج أقول؟ تبين أعيد الكلام مرة ثانية؟ أكلمك. ها شفيت؟ شفيت؟ والله انكم وضحتوا جنا عديدة للدقن. الان تصوموا تفطرون على بصله، يا ريت دور بطوله كومبارس. لا من حقه حق جسوم. اي كان بالاول حق جسوم بس الحين صار تحدي. تحدي مع منو؟ مع اللي ما تسمى شعاعه. عيل هذه تحط دوبها ودوبنا لكن اراويها. يا واش يا واش اهدوا شوية حريم صالح. يا الله تحدي على شنو؟ والله بفهم انا وين صالح عندكم؟ شرواكم النون وما يعلمون. يعنيتوا تيعنيتوا ما شاء الله عليك. اقول خلينا في المهم. انا الحمد لله اليوم وايد ارتحت وهم ونزاح عن صدري، بس راح نعتذرني حق اهل البنية. ايه مسكينه خلت حيلي امها، شفتيها شلون تعور القلب؟ ميته ميته من الحره تفرك المسكينه، بس بصراحه معذوره. الله يلوم اللي يلومها. سلط الله على ابليسك يا خيره يا جليله الحياه. انفشلتني مسوده وجهي، والله اني تمنيت ان الارض تنشق وتبلعني. تبي نصج؟ احنا عيالنا غلطانين بس حنان هم غلطانه،
يعني أنا الله يهداها، شلون تأمن تعطي صورها حق أي أحد؟ يعني هالأيام ما شاء الله عليهم هبي بهالتوزيع الصور في هالهذا بطير بطير تويتر. إيه ما شاء الله عليهم، حط صور وبس. وي يا بدرية خبرك عتيج، الحين في شيء جديد اسمه سناب شات. إيه هذا اللي كذي شبح مريني شبح. إيه يعني بودارهم يعني ما يخافون على سمعتهم، ما يخافون من أهلهم، ما يتحملون المسؤولية كلش. إيه والله وأنت صادقة جليلة الحياة خيرو اللي ما تستحين على وجهك، حرام عليك سويتي كذي في البنية. أشوى أن سليمان طلع ريال، طالع من ظهر ريال، ستر على البنت وما رضى يسوي أي شيء، لكن هذه جليلة الحياة اللي فشلتني، اللي وزعت صورة البنية بكل تليفون بكل موبايل. ليش كذي تسوي؟ ما تخاف إن أحد يسوي فيك كذي؟ والله إنه يا بنات الزمن هذا زمن يخوف، تجيك المصايب من كل صوب. إي والله بس عاد الموضوع ما يزعل، هم عيالنا واحنا نخاف عليهم مسؤولين عنه. ايه الحمد لله اللي طافت السالفه على خير. رجوع سليمه. نعم. وين الصحن بسام؟ ويي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 ي
الحين انا قص لأ انف خلاص ولا يبغى الله يسلمك عطيني خلنا نودي لها ان شاء الله ان شاء الله تحن تحن تبي صحنها وين مو هذا صحن هذا وخذ إيه هذا كنا هذا شوفه يلا بنات حطي هذه القطعه وياها يلا عاد تحرك ياو هذه انتم صدقكم يعني هالصحن ما ينلصق ايش فيكم خالتي ايش فيك لازم اللزقه هذا الصحن ماركه اصلا معروفه بالفريج هذه كلها ماركات من فوقها لتحتها عبالك امي اللي صحنها بدينارين لا يا جيلة الحيل ما تصحين على وجهك ما تصحين اشوف لها انشات وعطيت البلع على الطاوله وشفت المواعين ومو يما المواعين تهبل والاكل حلو ما قلت شيء لكن الحين تطني زين على المواعيني شبت شبت الله يعني لازم اشتري صحون الماركات مثل هذه ولا ما يصير؟ واي واي يا فجيلتي واي يا فجيلتي ايش تبي تقول؟ الحين تمشي وتقول بالفريز ان صحنها انكسر في مطبخ سليمه اقول لك سليمه يمكن ماركتها بطقة هذيل اللي درجة أولى ما أدري شنو مو صجيين لا ها؟ هي ماركات مثل الساعات قبرة باتش لا تقول لي سوي لي عيش ماركة وحطي بالصحن شنو يعني الحين هذا الصحن اللي مو بالعين شيء ماركة يا رب ماركة شنو اشتراني أنا ماركة صحن يا جماعة الخير اهدى وخلنا نشوف شو بنسوي بهالمصيبة ترى هالصم قوي قلت لكم عاد أنا ها إذا لزق كلش ما يفتش فجور انت متاكده ان هذا الصمق قوي ما يترك اثر عفا عليك خالتي خيريه بايدها جايبه هالصمق اكيد بيلزق تعالي الحين انت يا المجرمه اذا لصقتوا الصحن وديناه حق الحرمه وطبخوا وانشبوا زين اللي ياكل من هالاكل ما يموت عاد خالتي يتسممون يموتون هذه مشكلتهم اهم شيء سمعه امي رايه امي تظل مرفوعه ما تنزل الارض ابعدي ابعدي والله يا خيريه يا بعد قلبي يا بعد عيني يا بنيتي يلي رافعه راس امك فوق فوق بين العربان مخليه رايه امك بين العربان اي رافعه راسك مجرمه بنتك هذه مجرمه بتموت الناس عادي عشان رايتك ام رايه انت يلا يلا لزقوا الصحن خلينا نطرشه حق الحرمه ان شاء الله ان شاء الله يلا اشتغلوا بضمير يلا فجور نفخي عليه نفخي عليه خليه يلزق سمعيني شوفي الماركه وين اهم شيء لا تضيعون الماركه لصقوها عدل اي موجوده موجوده ايش فيك انت ما تكمل السولفه انطر انطر قلت لك راح اكمل لك ايش فيك بحتنا ابوك ابوك السلام عليكم عليكم السلام هلا عمي انا ماشي بتي معي عدنان هاي يبا رايح عرس مجراح اي رايح عرس ليش بنتي جاي معي انت لا والله يبا مالي خلق وبعدين انا مو مجهز دشداشتي ولا مودي المسبقه انت يبا اذا رحت لهم مبارك لهم تعذر لي منهم انت كل تعذر بس على راحتك نواف شلونك شلون الوالد طول عمرك يبا بخير ما ردك راح تشوفها بالعرس ان شاء الله بشوفها بالعرس ليش انت منت رايح العرس لا عمي قاعد مع عدنان نسولف شيء ونضحك شوي زين على راحتكم تبون شيء من برا تعبرون على شيء والله لا تجيب لنا فطائر عن مبتيات ونسناها ما جربت العقال هذه تقطع على ظهرك انت اسف غبي غبي رايح قال حق ابوي بفطائر وشايف خير انت
بعدين كمل ما ادري ايش صار. ماكو ما صار شيء. هذا طلع واحد بيخطب اختها. واحد بيخطب اختها؟ وانت مصدق عاد لهالدرجه؟ هي اكيد مصدق. هذا واحد مع اخوها بالدوام وخطب اختها. ما شاء الله لهالدرجه واثق فيها؟ هي اكيد واثق فيها. اي قلت لي دامك لدرجه انك واثق فيها واكيد اي تعال خراوي شد. شوف حبيبي. ايش توريني بعد؟ سد حلجك وشوف. تفضل. هذا اكونت فجور شايبه عندك. عليك نور، هذا اكونت فجر، اسف. قصدي مرتك المستقبليه فجر. انا بكته وقاعد اشوف الرسائل اللي فيه كلها. اقرا. وانت شكو بايقه. حبيبي لا تصير لي فيها الغيور على راسي، اقرا وذيك الساعه صرخ. تفضل. شويها ماسخة يبي لها شوية شكر. سليمة يلا يا سليمة شو تسوين؟ صباح الخير يا مدرية. صباح النور، تحن علي من أمس. يلا ويلا 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 والحين قاعدة هناك. ما يداد شفيج خو ما يصير أطلع وأخلي المطرح كذي، ما يصير. اي والله اخلي شي دثرته وسخن، لا ما اقدر، ما اعرف خلقه عترعة. وي 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 طفت طفتها، هذه مو سليمه. وعلى ما قلت حق الخدامه شلون تسوي السلطه وترتب الطاوله، اخاف نتاخر بالسوق. ايش فيك الله يهداك؟ يا عارف قلبك ياكلك، ما تفوتك فوته المصنع. طب الا مطبخ. زين زين شربي شاي يلا وخلينا نروح السوق. يلا ما لازم نشرب شاي، يلا قومي قومي. سايق بعد ما رجع الله يهداك. ها شربي لك شويها. اقول لك بدريه. انت ملاحظه شيء؟ شنو؟ ها صاير؟ لا تخوفيني يا سليم، ايش فيكم؟ لا تخافي ماكو شيء الله يهداك، بس قاعده اسولف وياك. فيك؟ لا يعني بس اقول جلفه من اليوم ما ياتنا، ولا هي متعوده تصلي الفير وتي اضحى العود للحمايات. ايش فيك؟ ايش فيك انتي؟ يعني تبين الغث انتي؟ لا يبي لنا طاري شيء سان، الحين تلقى لنا ناط علينا. لا ودايات بتجاب لنا ريوق قهوه الضحى غاده، لا وبتملي الليل وبتقعد تقول لنا في هالقصص اللي ما لها معنى. بس بصراحه يا بدريه اليوم يطوف ما نحس فيه، صدق حبيبه تب العاد. هي تهبل بس يعني احيانا لك عليها مفاجأة مو كذي؟ خالتي جلثة؟ اي والله مفاجأة. شفت شلون؟ خالتك جلثة دائما تخش لك مفاجآت، انت وامك، شلونك يمه؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، انت شلونكم خالتي؟ احنا الحمد لله كلنا بخير، واسمية تسأل عنك وتسلم عليك. الله يسلمها من كل شر ان شاء الله. تصدق اليوم عاد انا جيت هني الوزارة قلت اخلص كم معاملة ومنها امر على مكتبك اسلم عليك. هذه ساعة المباركة خالتي. ساعتك أبركة نظر عيني. عاد يمه يا أحمد أنا بصراحة يا بقول لك، يعني ما شاء الله عليك أنت الحين ريال مقتدر وشايل نفسك بنفسك وموظف، يعني يا يمه ليش ما تزوج شنو تنطر عشان تفرح قلب أمي أمتك يا يمه وتلاقي لك بنت الحلال تسعدك وتهنيك. إن شاء الله خالتي، إذا لقيت بنت الحلال على قولتك بكمل نصيني. لا لا يمه لا، إحنا ما نقبل ما نرضى، عفو عليك، لازم تشوف لك واحدة منك وفيك، بنت ناس، بنت حمولة، عيل شلون عيل كذي بس، بصراحة أهم شيء يعني لازم تكون حلوة وصغيرة وحيوية نفسك، وأهم شيء إنها تحبك وتعزك وتخاف عليك، إيه؟ يا حليلة يا خالتي زلفة، وأنا وين بلاقيها هذه؟ وأنا إيش ترى إن في واحدة تحبني ولا؟ يعني أحط صورتي بجريدة وأكتب إني يحبني؟ لا يمه لا، أفواي ودنك، لا يمه لا ما نرضاش فيك، أقول لك البنت حيوية، أهلها ما يرضون، إي والله، هو منو هذه؟ يعني موجودة البنية؟ موجودة يما موجودة، بس انت الله هداك اللي مو شايفها تحبك وتعزك وتخاف عليك، ويوم عيد يوم عيد عندها تقول لها كلمتين حلوين وتعطيها ريج حلو. ها ما صدقش خالتي؟ موجودة يعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. هلا هلا وسمية خير، ايش عندك؟ ما عندي، اقعد وياكم. هو زين كان دقيتي يا يمه؟ كان قلتي لنا كان جهزنا الشاي جهزنا الحلو، ما يصيرتي الحين انا ويا بدريه بنطلع عندنا شغل. خلاص هيكم مره ثانيه عيل. من صدقك يا وسميه
احنا رايحين لبلوكات انيم كم من قطعه خام ورادين. تعالي معانا. مو انا قطيت امي الوزاره وقلت هي قاعد عندكم شوي، ايش رايكم انتم تجون معي بسيارتي؟ اي ني نروح بسيارتها احسن. ابرد تعال. شو تكلفين انت؟ يلا يما يلا تعال. يلا صديق تونا ادري ان عندك خوات فيانا بالكليه. غريبه مع ان كل الكليه يدرون. لا والله صدق اتكلم توني ادري، وبعدين ما يشبهوني كلش. طبيعي ما يشبهوني، شوفي سلمك الله، هم خواتي بس مو من امي وابوي، بس من ابوي. بس من ابوك؟ يعني ابوك متزوج على امك؟ لا ثلاثة؟ مو من صدقك، يعني الحين ابوك متزوج اربعة؟ غير امك. مبيوع علي اكيد مبتلش. ليش مبتلش؟ قاعد كل وحدة ببيت طبعا. لا شوفي من هالناحية احنا وضعنا غير، كلهم ببيت واحد. قل لكم منو يعني؟ أنت وأمك وحريم أبوك؟ وضيفي عليهم عيالهم. أمبي لا أنت وعائلة غريبة، أول مرة أشوف كذي. لا إيش دعوة، ترى في مثلنا وايد يعني. شوف يعني مو شرط مثلنا بالضبط، بس يعني مشابه لأوضاعنا يعني، تلقين إيش كثر. لا أنتوا غريبين. زين تعال قول لي شلون علاقة أمك مع حريم أبوك معاكم؟ يعني أنتوا كلكم شلون؟ لا من هالناحية تطمني، هم علاقتهم ما شاء الله تبارك الرحمن سمن على عسل. شفت الخوات شلون؟ هذول أكثر من خوات، الله يديم عليهم إن شاء الله. ما شاء الله. لا أنت أول مرة شفت كذي، فيلم أنتو. إيش دعوة لهالدرجة؟ غريبة. شوفه يتمقلي طالعي أخوك. أمبي والله طحت أمي حتسمى عليك يا خالد. شوف شلون طالعها ذايب، شوف عيونها شلون ترمش. أمبي مو لايق. حرام، بعدين إذا ما أحب الحين متى يحب فقير مسكين؟ إي والله. أمشي خروح المحاضرة وبعدين نتحرى عنها. أمشي. يلا. يلا يا حلوين، يلا يا شطورين، صار دوركم هلا على المسرح. عفوا؟ إيه دوركم على المسرح، ما بدك تتدربي مع الأولاد؟ نتدرب معاهم؟ إيه. حضرت لكم دور غير شكل، أنتوا التنتين، دوركم دور الشجرات. الشجرات؟ إيه الشجرات؟ إذا ما بدكم خلاص منلاقي ألف واحد غيركم كمان. لا 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 لا، التمثيل لعبتي حبيبتي، أنت بس علميني وأنا أطبق. ويه على آخرتنا صرنا كومبارس. إيه كومبارس، المهم نمثل. تفضلوا اطلعوا على الستيج. بس أقول بس عاد ها سلط الله على ابليسك. غداك شو صوب وسالفة خواتك هذول بصوب؟ اي عاد قداي موج وسوالف هذول قصرتي طبل حبوش. بطنك الحين صقال. وبعض الناس هم تطيح لشيارة. ترتعت. وي شوي عم نوب تنبطر. شفيك أمينة؟ ولي السلب؟ ما علي ضحكة شو وراكم؟ تطنزوا. إيه اللي إيده بالماي مو مثل اللي إيده بالنار، ضحكوا يا قلبي ضحكوا. يا قلبي يوم إنه منتو قادرين على المسرحية يطلعوا منها إن شاء الله. سليمة بس تعالي أقول سكتي. بذمتك قولي. أنا بصراحة كنت أشوف المسرحية بس مو قادرة أوصل حق تحليل، يعني ممكن أنت تفيديني الشرش فيه قامت التنافض برنانة. روحوا زين قاعد تطمزون والله. إنزين أقول خل عنكم هالحشي، رحتوا لبلوكات؟ وش فيك كاهو اللي لابسين هذا من البلوكات؟ ها أختش كوشخة ما شاء الله عليها، أي من البلوكات؟ لا وسمية بعد هي اللي ودتنا بسيارتها. هي حالاتها والله تبل، خذتنا يا زينة برسم الخدمة، ودتنا رحنا تسوقنا وينا. وسمية؟ شو دخلها؟ شوبها؟ مسيرة علينا، مودي أمها الوزارة ومروا علينا، شافتنا لابسين بنروح السوق قالت أنا أوديكم، قلت لها بنروح البلوكات عشان تقول أنا أوديكم رسم الخدمة، ويا زينة، ويا حالاتها تبل هالبنت. اي والله عاد عين السيح وسمية ذهبت هبل. اي والله تينن بس الصراحة
أمها عليها حركات غريبة عجيبة، وبيني وبينكم ساعات تكسر خاطري، شكلها مبتلشة في أمها. إحنا مبتلشين بأمها مثل ما أنتم مبتلشين بالشيارة. ها ردينا زين ما عليه، أصلاً الحجران يقطع المصران. خيرية عطيني صام. ماكو صام خلص. ها بنات للحينكم قاعد تلزقون هذا؟ اوه لي باكر خاله. فجر حبيبتي امانه، قومي روحي غرفه سلوم وخلون هاتي النصب، خلي تكملون اللي بايدكم. حبيبتي انت مو تشوفيني انا ماسكته وقاعده الزق فيه ومراضيه الزق، شنو اللي قومي؟ ايش فيكم قاعد تطالعوني؟ شكلك عاجبنا. وايد حلو اذا قمتي دشيتي الغرفه اللي هناك جبتي النصب يكون وايد اجمل. صح صح. فكرتكم كلش ما عجبتني. واحد يطلب مني شيء لان انا ما اشتغل عندكم. وبعدين في مثل حبيبتي يقول اصغر قوم خادمهم، فانتوا الثنتين واحده منكم تقوم تجيبي الصمغ. شوفي عاد انت وايد متعجرفه، وايد قليله ادب، وايد ما تستحين على وجهك، ما ادري ليش انت اختنا اصلا، انت ما تصلحين تكونين اخت. حبيبتي الويل والاحسن واحده بهالبيت، انت شمعه البيت، انت نسمه هالبيت، انت المثاليه الطيبه الحنونه. حبيبتي قومي روحي غرفه سلوم وهاتي لنا صمغ. يلا حبيبتي يلا، لا اخذ هذا واكسره على راسك واخليك تلزقين من يد ويديد. يلا 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 قومي. السالفه فيها طق ما اقدر بعد اقعد. يلا عفية على بنيتي، عفية عفية شاطرة. يلا لازم أنا؟ طبعاً تفضل. خيرية ليش أنت وايد عايشة الدور عبالك شراف عام؟ قومة وحطة ولزقة وشيلة وشدخة، تبي أشدخ هذا على راسك؟ حبيبتي أنا مخي لازم يفكر، لازم أفكر، إذا أنتوا تشغلون مخي أنا ما أقدر أبدع. بقول لكم شيء، أنا لاحظت شيء. هذه البنت تتحكم بهذه البنت، وهذه البنت شخصيتها أقوى من هذه البنت. بس لو تفكرين فيها أكثر إن هي قاعدة تحكم بالبيت كله مو بس هذه البنت. هم صح. ركزي شوية. إذا سمعوا بروح أفكر بالخطط القادمة. أنا ذنكم الصالة. إذا تبون شيء ضروري تعالوا لي. باي. باب؟ تقعد تطقين باب ولا قاعد تطقين كبت؟ ايش تبين؟ ايش مدخلك الغرفه انت؟ ايش قاعد ادور كبت سلوم؟ شنو؟ غرفه شباب، غرفه رجال، شكو انت؟ يلا شنو ادور ولا ما ادور؟ انت شنو مدخلك الغرفه اصلا انت؟ ايش عليك انت؟ اللي مدخلني ابي اعرف ايش قاعد ادور. اغراض؟ ما اعطي سلوم اغراض باخذهم منه اغراض. شنو هما؟ ايش فيك تحقين معي ياهل انت عمرك 3 سنوات انت دعله؟ اغراض شيء فيفا 2014 ملعب بلاي ستيشن بقطه عطيني. مو مشكله بلعب معاكم مرني سيدي. يا بابا لا اضربك على راسك تخليك هالكبره الحين انت، لا تنيني انت ذبحتيني عاد خلاص قلنا لك اغراض. وبعدين اصلا انا داش غرفه مو عشان الاغراض، قاعد اسمع صوت عمي يعقوب. ما سمعت صوت عمي يعقوب انت تعال؟ لا ما سمعت، انا جاي بشوف ايش قاعد ادور. انت مباحث انت؟ انت تشتغلين بالجنائيه؟ خلاص درينا خلاص، تاخذين بصمات تحطين 1 2 3 4 5. قلنا لك جايين ناخذ اغراض، يا ناخذ اغراض وبنمشي. اختصر الموضوع وقول لي ايش قاعد تدور. لا غير نظرتي فيك، انا اعرفك غير عن خيريوتي اللي انت الحياه، انسانه محترمه، راقيه، بعض الاحيان جليله الحياه ولكن تردين تكوني راقيه. تفضلي غرفتك لو سمحتي، وكانك ما شفتيني ولا شفتك، لان انا ادور عمي يعقوب. ممكن تروحين غرفتك؟ يلا مو مشكله بطوفها بس بمزاجي. شاكر لك شاكر مزاجك، تفضلي. قول لي ايش قاعد تدور. شاكر لك شاكر مزاجك. قلنا شاكر لك شاكر المزاج. ولا سبتكم ايدي صارت كلها صمغ. سو شنو تبيني يعني نغسل لك ايدك؟ مو تغسلون ايدي، هذا شي شيله الحين، شي شيله خواتي قاعد اشكين لكم. ديما انت مو حاسه اليوم وايد قاعد تسولفين؟ انتوا ثنتيكم وايد تسولفون، ثاني شي شكوا انتوا وين شفتوا مخي قاعد يفكر؟ جيتوا قعدتوا عند مخي، دخلت القرفه دخلتوا وراي، جيت هني قعدتوا على مخي، ليش؟ ليش؟ خلوني افكر. ليش انت شنو عبالك احنا فانزاتك؟ بالضبط. بس طبعا احنا لازم نيج. ليش نيج؟ لان صاحبه الافكار والشعوذه والمصايب وين؟ هني. فاحنا نتحضر حق المصيبه الجايه، ثاني نشوف شو المصيبه الجايه ونتاكد. ديما انت وايد صايره اوفر، وايد قاعد تسولفي، لو وقتك تبدي ترى. تو هي في صوت تحت ما سمعته؟ انت هي في صوت تحت ما سمعته؟ لا سمعنا، بس احنا قاعد نسوي روحنا ما قاعد نسمع، لان احنا عندنا هني مصيبه قاعد نتحضر لها، فما لنا شغل بالمصايب اللي قاعد تصير تحت.
احنا سمعنا بس ما يهمنا نسمع. الله الله على التنوع، سمعنا ما يهمنا نسمع، ونفس الفكره بس كل واحده بشكل واداء حلو. الله يوفقكم. ما عليه ما عليه، انا اعيد السؤال بصيغه احلى وارتب. انا بعيد سمعت صوت، اذا انت صمخان انا مو اصمخ. في صوت تحت ما سمعته؟ من صوت تحت منو تحت يسولف؟ في صوت عمي يعقوب صرا. بعدين حلو، هذه الاجابه اللي انا كنت منتظرها وعرفتها. عمي يعقوب، وانا عارف ان انا لو نزلت حق عمي يعقوب تحت ما راح استفيد شيء، راح اقول ليش تصرخ يسولف، يتذكر البحر الخايس الله يلوع جنبه. ما علينا، مو هذا موضوعنا. شنو عندكم قاعدين في الصاله الثلاثي المرح الله يحفظكم؟ قاعد نحل مشاكل عائليه انت ما لك شغل فيها. حلو حلو حلو، انا احب التنسيق، عندي زانه تنسيقك الاعلامي وايد حلو، والدليل لبسك ما شاء الله لابسه عين، بعد العين لابسه حيوان اليف بريلج، هذا تنوع جميل، اتمنى لك كل التوفيق. انزين انا عندي شيء لكم وايد زين، حابين تسمعونه؟ خلود ترى انت وايد بط، اطلع اطلع من هنا. حلو بط بعد فيها، يلا بالله يلا 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 يلا, يلا داخل الروح، يلا قاعد الرسالة، يلا يلا عرقوا. أو بدري شنو؟ إيه تب 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 تب. يما هذه صورتنا، من وين جايبينها ومنو حاطها عند باب بيتنا؟ لقاها عمكم عند باب البيت، العلبة اللي يحطونها لنا كل يوم والثاني عند باب بيتنا ويفاجئوننا فيها. هالمرة حاطين صورتي وصورتكم، يلا شوفوا. ومنو طلع الصورة هذه من البيت؟ هذه الصورة موجودة عند واحد ما غيره، أبوكم. أبوي؟ يعني معقولة أبوي هو اللي قاعد يحط صورنا في العلب؟ زين يما أبوي ليش كذي يسوي؟ لا لا لا، مو أبوكم اللي يسوي كذي، هذا أكيد واحد يعرف أبوكم، وأكيد ما أخذ الصورة منه، بس متى وشلون ما أدري. ايش هالسالفه يا جماعه؟ يعني شنو كل يوم والثاني لاعبين باعصابنا كذي؟ انا بفهم ايش مصلحتهم من هالحركه. ما ادري ما ادري، انا اشك ان هذا الشخص اللي قاعد يحط العلب عند الباب شخص بيوصل مسج بس مو عارف شلون. لو سمحت اخوي، بما انك مترأس القعده وقاعد على راس الطاوله، يا تقول كلام عدل ومفهوم يا تسكت. اه حلو، انا احب الاسلوب، انا احب الانسان اللي يتعامل باسلوب حلو ويدش بهالطريقه، بس انا احب الانسان المحترم، فانت غير محترم لان انا قاعد اتكلم جد في موضوع مهم وانت قاعد تستعبطين، لما اتكلم جد تسكتي ونطمي. اقول انت بس سكتي، ايش فيكم انت وايش فيكم؟ ليش ما تسكتون بس؟ خلاص خلاص، ترى السالفه صدق مو غشمره. المهم أنا بعرف اللي طرش الصور، إيش معنى حط صورة ماما بدرية وعيالها؟ ليش ما حط صورتي؟ صوركم؟ وصور أمهاتكم؟ أمي؟ ليش؟ أم صح كلامك صح، هذا ليش بس حط صورة أمي بدرية؟ ما أدري ما أدري، أنا ينيت أنا ما أدري شو أفكر شو أقول، والله ما أدري. يمكن أحد يصير لها؟ أو أحد حاقد عليها؟ بسم الله عليها عاد، ترى ما أرضى على خالتي بدرية. عاد أقول عاد الحين كل واحد فيكم بيسوي روحه البطل، وهو اللي ما يرضى على خالتي بدرية، يعني إحنا اللي نرضى عليها حتى إحنا نحبها. بس 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 قاعد افكر انا شو مقعدني معاكم، يا تتكلمون كلام سهل كلام عدل، ولا قوموا طصوا فكوني من شركم، انا قاعد افكر عن موضوع مهم. عندي فكره، ايش رايكم ننخش بالحديقه؟ ولا لا نحط له كاميرات ونصيده. لا كاميرات ولا هم يحزنون. يا جماعه هذا شخص ذكي قاعد يتصيد الوقت اللي احنا نكون لاهين عنه وناسينه، وقاعد يحط القواطع عند الباب. هذا مو بعيد أصلاً، لما يحط القواطي عند الباب يكون متلثم حتى. إحنا لو بيتنا بيت سان نفس الأوادم، في ناس عدلة، في سايقين اثنين اثنين، ولا واحد فيهم فطين وذكي وعبقري يقعد يشوف الرايح والجاي، ماكو سمردحة هالبيت. يبا الله يستر علينا، الله يستر علينا، ما أدري أخرتها من السؤال وشو بيصير. وايد فتوني، وايد أثريتوا الموضوع. كنت تسكتون تخلوني شي ساكت أفكر أحسن، أنا عندي وايد أفضل والله، والله سكتوا. تسكتون ولا تمشون؟
ايش رايك انت تسكتون ولا تمشون؟ ايش فيها؟ بس بس